يا جماعه احنا عايزين ندعم فكره الجواز من غير افراح دي. بقى بنت ربنا اصلحنا بنشحت، يعني احنا بنشحت وزماننا منايل ب 60 نيله ايامنا هباب والدنيا بقت صعبه، الشباب متبهدل ورايح في 60 داهيه، فيا ريت نحس بالشباب شويه ارجوكم، يعني يا ريت نحس بالشباب شويه، عايزين نتفطر بلاش نتبطر عشان الدنيا تمشي. هتيجي البنت تقول لي بقى الفستان الابيض ليله القمر، اكش تقول لها انتوا الفستان الابيض في يوم واحد يا بعيده، معلش بقى ما تزعليش مني، يعني ليه ليله القمر؟ ليه؟ ليه؟ هتروحي فين يا بنت؟ هتموتي بعدها ولا هتروحي فين؟ ليه ليله القمر؟ ما انت متلقحه وعريسك جنبك كل يوم هيبقى حلو ان شاء الله، ايامكم كلها تبقى حلوه كده وسمنه على العسل، يعني ليه ليله القمر؟ يعني وبعدين الفستان الابيض سهل، اجيب لك فستان خدي بيه صورتين وانزلي اتفسحي مع اصحابك شويه وخلصت. يعني نحاول نوفر على قد ما نقدر عشان الايام صعبه، ايامنا صعبه ومنيله ب 60 نيله ارجوكي. وبعدين رساله الى زوجه المستقبل، يعني انا ممكن استحمل اهلك ورخامتهم وعفنتهم في القايمه والعفش والمهر والشبكه وشغل التشريح ده على قد ما اقدر، والله اوعدك ان انا هقاوم على قد ما اقدر، بس يوم الفرح ده بتاعنا احنا، معلش بقى امك ما تتدخلش فيه، ولا بنت خالتك ولا جارتك ولا صاحبتك. انا بقول لك صاحبتك اللي جوزها جاب لها فستان مطرز ببذر المانجا من نيوزيلندا، ولا بنت خالتك اللي كانت لابسه جزمه كعبها من سن الفيل وشغل الحيوانات ده احنا مالناش دعوه بيه، مالناش دعوه بيه، اصل دي عالم كفره، كفره والله، هنمشي ورا كفره؟ ما ينفعش. فارجوكي ما تسمعيش لحد، ارجوكي. وبعدين يعني الموضوع الميك اب ارتست ده بقى مستفز جدا، والله مستفز جدا يا جماعه، يعني انا بقيت احس ان الميك اب ارتست اهم من العريس اليوم ده فعلا. وبعدين البنات بقت تتفشخر على بعضها قوي في الحته دي يا جماعه، هتلاقي البنت بقى قاعده تبص لصاحبتها انا هعمل الميك اب بتاعي اليوم ده عند علي اي لاينر، تقوم التاني باصه لها ايه ده انت مش رايحه عند سايد كونتور؟ ده افشخ يا بنتي، يكش تتفشخ في دماغك يا بعيده، انت مال اهلك؟ انت مال اهلك؟ انت مين زيك علينا انت يا بنت؟ انت ولا عايزه ايه انت؟ ولا جايه منين انت؟ انت مالك؟ كله زفت الوان بتتلطش على دماغكم في يوم واحد وهتسيح بعدها، يعني انا هعملهولك والله الميك اب، عندي انا الميك اب ده، ما منوش لازمه ادفع 10 12000 جنيه في ليله، ليه يعني؟ هتباتي نانسي هتصحي تاني يوم الصبح اجرم، هتغسلي هترجعي لاصلك، فليه؟ ليه كده؟ ليه نضحك على بعض وليه ندفع فلوس على الفاضي؟ فبلاش، ارجوكي انا هعملهولك، خلاص عندي انا موضوع الميك اب ارتست ده. تاني حاجه موضوع البرايد ميدز. الموضوع ده مش ظريف، عندنا مش ظريف. بيتقال بره بيبقى حلو، عندنا يعني احنا بنطبقه غلط والله. يعني البرايد ميدز دول وصفات العروسه بيبقى ليهم شكل معين ولبس موحد واطلاله مميزه كده ودخله كده، داخلين داخله يعني مربكه، بيخشوا يمليطوا الفرح. عندنا الدنيا بتبهوأ قوي قوي بصراحه، يعني اشكال غريبه بتخش عليك مره واحده كده، يعني مش عارف في ايه، في ايه مش عارف، وكل واحده ضاربه اللون اللي على مزاج ابوها، اللي ضرب اصفر واللي ضرب احمر واللي ضرب اخضر. ايه البهرجه دي؟ ايه البهرجه دي؟ وبعدين فجاه تخشوا وماسكين ايد بعض وداخلين بيتدقلجوا في القاعه، بيتدقلجوا طفطف داخل عليك طفطف، ما تفهمش في ايه ولا عايزين ايه دول ولا داخلين فين. وبعدين يحوطوا العريس بقى طول الفرح، طول الفرح محوطين عريس سايبينه قافشين في حرامي في النص طول الفرح، عمال يتنططوا حواليه، فالموضوع ما بيبقاش حلو، الشكل بيبقى وحش. فارجوكي يعني بلاش الحركه دي برضه. الحركه الثالثه اللي بتضايقني موضوع الكيكه، يعني موضوع الكيكه يخش حيوان كده يوم حاطط لنا الكيكه وجايب شوكتين ولازم ناكل بعض عكس اكاس، عكس اكاس لازم عكس اكاس. ليه؟ انا مش فاهم، يعني هو بيختبر ثباتنا الانفعالي ولا هو عايز مننا ايه؟ طب انا ازاي؟ يعني انا اركز في اللي ام البتاع اللي بحطه في بقك ومصرفك في مناخيرك مبوظ لك ام الميك اب اللي دافعين فيه زفت، ولا اركز في اللي انت بتحطيه في بقي، ولا هو عايز مننا ايه؟ الحركه مش حلوه، مش حلوه ومش ظريفه وبلاش نعملها ارجوكي. الحاجه الثالثه ان انا اشيلك واضرب بيكي خمستين على البيست، ده مش هيحصل، مش هيحصل. انا بقول لك اصل انا مش مهيئ جسمانيا ولا نفسيا للموضوع ده، بامانه ربنا بكلمك اشيلك اضرب خمستين ادخ نقوم رازعين في ترابيزه واعين متكحولين فوق بعض، شكلنا هيبقى زفت زفت، هنتفضح. فعلى ايه؟ على ايه نفضح نفسنا؟ احنا نتلقح على الكوشه واللي عايز يجي يسلم علينا واحنا قاعدين بكرامتنا بكل الشياكه كده. فبلاش يعني فشخره احنا مش قدها ارجوكي. الحاجه الاخيره اللي هقولها لك امك، امك يعني امك هتحط لي الذهب في صينيه حديد بقى مطرزه بكريستال عصفور وتقعد تلف لي على الترابيزات ترابيزه ترابيزه وتفرجهم وتتنك قوي كده، هقفش عليها اقسم بالله هطردها من الفرح. انا بقول لك هطردها ما تزعليش مني، اصل يعني هي مش ناقصه فقر، يعني هي مش ناقصه فقر، ربنا العالم ان انا اصلا يعني جايب الشبكه دي بالقسط بالقسط، ليه بقى الناس تقر على الفاضي؟ هتبص كده ويقول لك بص الواد جايب الذهب، والتانية تقوم ماسكه في جوزها، بص بقى شايف الذهب قد ايه الواد جايبه، مش انت اللي دخلت عليا بغش امك يقوموا ماسكين في بعض وتبقى ليله من ليله ب 60 ليله. هتقلب ضلمه، هتقلب ضلمه، فارجوكي بلاش. الحاجه برضو يعني اللي بعد الاخيره عشان انا افتكرتها، ارجوكي لو عندكم مواهب في عيلتكم يا ريت ما تظهرش يوم فرحي. يعني اختك اللي حاسه ان صوتها حلو فتقرر ان هي تطلع تقوم ظرفانه اغنيه لايف اهداء، الدنيا هتبوظ، الدنيا هتبوظ وهتقفل نفس اهلي قبل الدخله.
فبلاش يعني، يا ريت تمسك نفسها لحد بعد الفرح، ولا ابن خالتك اللي بيقول شعر حلو ده خليه يقلب شعر بعيد عننا. يعني احنا مش برنامج يعني اكتشاف مواهب والله، يعني هم بعد كده في برامج ممكن يروحوا يقدموا فيها، بلاش الموضوع ده في فرحي ارجوكي. اوبن بوفيه لا نو، اوبن بوفيه مش هعمله، احنا العرب مش مهيئين نفسيا للاوبن، مفيش احترام خالص للاوبن عندنا خالص. هم وجبات كل واحد يتنايل ياخد الوجبه بتاعته وهو متلقع على الكرسي يطفح يطفح، لكن افتح لهم بوفيه يخشوا ينطوا على بعض جوه اقسم بالله ما يحصل، ما يحصل المنظر ده ما هشوفه عندي ابدا. فيا ريت تركزي في الحاجات دي ارجوكي ارجوكي عشان الليله تعدي على خير، ونحس ببعض شويه يعني، يا ريت نحس ببعض شويه عشان ربنا يكرمنا، احنا تعبانين احنا تعبانين قوي يا جماعه والله تعبانين.